الله أكبر. 21/1/2013 طائرات الميك تقصف قرية نحلية بالصواريخ. الله أكبر. 21/1/2013 قوات الأسد تقصف قرية نحلية بالصواريخ. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر على كل من طغى وتجبر. الله أكبر. الله أكبر. طائرات الميج تقصف قرية نحلية بالصواريخ. هذه بيوت مدنيين. الله أكبر. حتى الحيوانات لم تسلم من إجرامهم. الله أكبر. الله أكبر. قوات أسد مجرمة تقصف قرية نحلية بالصواريخ. يصورون جوا الخزان. الله أكبر. 21/1/2013 قوات أسد إجرامية تقصف قرية نحلية بالصواريخ. الله أكبر. هذه بيوت مدنيين. هيا امتحنا يا امتحنا. الله أكبر. طائرات ميد قصفت قرية نحلية بصواريخ. صواريخ روسية صنع.